جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا أيضا عن حكم الخلوة بزوج الأخت في السفر وعن مصافحته، وترجو من فضيلتكم التوجيه وبيان الأدلة في هذا الباب، لأنها تلاحظ تساهلا كبيرا في هذا الموضوع. جزاكم الله خيرا. زوج الأخت أجنبي من أخت زوجتي، حرام عليها مصافحته وحرام عليها الخلوة به، لأنه أجنبي كغيره من الرجال الذين ليسوا من محارمها، وكونه زوجا لأختها لا يخرجه عن كونه أجنبيا وغير محرم، يحرم عليها الخلوة معه، تحرم عليها مصافحته، يحرم عليها السفر معه بدون محرم، لأنه أجنبي بكل معاني الكلمة. هذه المسألة مما يجهله كثير من الناس، لأن عادتهم جرت على أن زوج الأخت يكون محرما لأختها، وهذا غلط واضح، فيرون التساهل في هذا، وأنها تكشف وجهها عنده، وأنها تصافحه، يسلم عليها كما يسلم على محارمه بالمصافحة أو بالتقبيل. كل هذا حرام ولا يجوز، وفيه فتنة وفيه شر. إنما الذي يكون من محارمها زوج أمها أو زوج بنتها فقط، زوج أمها أو زوج بنتها أو أبو زوجها، هؤلاء الأصهار يكونون محارم لها. نعم.